هنا من على أرض دبي بنصور حلقة مختلفة جدا عشان نوريكم العاصمة الإدارية الجديدة سنة 2030 هيبقى شكلها عامل إزاي. الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء المستقبل وإرساء رؤى نستضيء بها دروب التطوير عبر استعراض رؤية أحد أنجح الشخصيات المساهمة في دفع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، أكرم الشيخ نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رادكس للتطوير العقاري. لأول مرة إحنا اللي هنستضيف هنا الجمهورية الجديدة في شوارع دبي. في جملة كده بتكتبها عندك دايماً في المكتب، مصر، السعودية، الإمارات. شركة رادكس تختلف في إيه عن أي شركة تانية؟ في وقت من الأوقات أنت عارف كويس جداً إن المستثمر اللي جاي ممكن يكون بيشتري مساحة صغيرة جداً، هو بيحط عندك حوشة العمر. في ناس بتقول أنا ليه أسيب مكاني وأروح أنقل في العاصمة. أجايل بيزنس كومبلكس هو ميكسد يوز بيلدينج، اختياره تم بعناية ان هو يكون في قلب العاصمة الإدارية، في قلب الداون تاون. شيخ سلمان قول لنا ليه مصر؟ الحكومة المصرية ما قصرت في وضع البيئة المناسبة للاستثمارات في على أرض الجمهورية. هنا الجمهورية الجديدة مع الدكتورة منى العمدة، الجمعة 5 مساء على النهار.